يا صباح الخير، كيف حالكم؟ المهم بوريكم اليوم اختراع مرة عجبني، اشتريته من امازون. المهم عندي مرة من زمان، تخيلوا ما استعملته الين اليوم، فدحين راح اجربه معاكم. عندي تقريبا من سنتين، مستوعبين؟ هنا عملت سندويتشات تونة. مرة اعشق سندويتشات التونة، من اكثر السندويتشات اللي احبها في الحياة، اكلها في اي محل ودائما لذيذة. بس لا تحطي لي فيها زيتون، اتنرفز لما يحطوا لي زيتون فيها، يعصروه كده مع نفس التونة. المهم فحوريكم ده الشيء. اشتريت هذا توستر باكس، شوفوا زي الاكياس، يجي تفتحوه وتحطوا الساندويتش فيه. شوفوا كيف، مو بس ساندويتش يعني، شايفين حاطين سالمون، حاطين هنا ما اعرف ايش ده، روبيان ولا ايش، فرنش فرايز، مستوعبين فرنش فرايز وساندويتش، فحلو شايفين. وتدخلوها في التوستر، تخيلوا كمان انه يتغسل وتقدروا تستعملوه كم مرة. فشايفين هنا يمديكم تستعملوه 100 مرة، غسلوه بس بالصابون والموية وخلاص، يجي فيه 4 حبات. هنا عاملة سندوتشات تونة بالمايونيز لنفسي، وعاملة هنا بجبن كاسات لزوجي، وجبن عادي مربعات، احب الجبن المربعات مع التونة. هنا كده راح احط السندوتشات، لازم مرة تنتبهوا، مرة حار، كأني شم ريحة حريقة خفيفة، شوية حرق بس مو مشكلة، راح يتأكل. هذه الثانية مرة حلو، مرة سريع. طيب هنا عندي في الكورنر حق المطبخ، عندي كده حاطه شويه اشياء، حاطه الكتب حق الطبيخ. لقيت حاجه مره حلوه في H&M، ما قدرت اقاومها، الكتب بعض الاحيان تتزحلق فمره تنرفزني، وانا حابه انها تكون كده واقفه. فلقيت هذا البوكس، شايفين من H&M، مره ما شاء الله يجنن، شايفين الكواليتي مره كويس. تخيلوا لقيته ب40 ريال، مستوعبين؟ كان عليه خصم تقريبا، كان ب160 صار ب40 ريال، فمرة بصراحة الخصم رهيب، تقريبا ربع السعر، فمرة حلو. فراح احطه في الكورنر هناك، وراح احط الكتب جوته، وراح احط برضو الزيوت العطرية جوا، يصير ما احبها تكون كده واضحة، فراح احطها جوا. هنا مكتوب عليه بس ما حيبان الكتابة، راح احطه كده وافتح الصندوق، فالحين راح احطه واوريكم. خلاص كده حطيته، شوفوا ما شاء الله شكله مره صاير كيوت، احس كده ادى شكل، صار مره ارتب من اول. اهم شيء انه الكتب ما تطيح مره ثانيه، ف خلاص حلو. وثاني شيء مو باينها الزيوت العطريه، اخر حاجه حوريكم ده الدولاب، دولاب البخور، راح اشيل كل الاشياء واحطها برضو في علبه كده اكليريك، وراح اوريكم كيف ارصها. شايفين لانه فوق والبخور فوق والفحم وزي كذا، فاحوس لما انا قصيره فما اوصل. خرجت كل الاشياء من الدولاب، طبعا كميه الوساخه في الدولاب وكذا من البخور والفحم، حمسحه. طبعا انا انسانه ما افهم في العود، فشوفوا كله ملخبط مع بعض. خلاص كده الشكل النهائي، شايفين كيف مرة مرتب، مرة مبسوطة من النتيجة.
خلاص كل شيء جاهز يعني الحمد لله. مري حلو. شوف اليوم جو ايكيا عشان يركبوا لي هنا دولاب كذا، ودولاب طويل من يوم ما سكننا ما ركبوه. هنا في قطعة ناقصة برضو لازم يركبوها. هنا قاعدين يشتغلوا. نزل بسرعة بأشوف التغييرات في المطبخ. شوفوا كيف الوساخة، شوفوا كيف المطبخ يبكي. المشكلة اليوم سفر العاملة حقتي، وحاليا قاعدة ترتب غرفتها عشان خلاص الساعة 6 كده اوديها المطار. شوفوا كيف المطبخ، هاد شكلي انا حنظفه بنفسي. خلاص انا ركب الدولاب، بس شايفين كيف هنا لانه مقاساتها معينة ما يمدينا نغيرها، فهم يحطوا الدواليب اللي عندهم وبعدين هنا يحطوا كده يغطوها بزوائد. بس شايفين كيف يعني، ما ادري ليش هم كده عملوه، بس انه ما حينفع غير بدي الطريقة. يعني هنا في مساحة من الجنب ماني عارفة ليش. المهم من زمان انا نفسي اغير هذا، يعني اركب ذا الدولاب اللي فوق، يعني احس شكله حاليا مرة ارتب من قبل. قبل كان بس في الثلاجة فوق وما في هذه الدواليب. المهم هنا في حاجة تنحط كمان فوق زي هذه، شايفين نفس هذه اللي هنا تركب. لما ركبوا لي الدولاب زمان قبل حاليا 3 سنين ونص او اكتر من 3 سنين ونص، هنا نسيوا يركبوه. فلما جابوا لي يوم تخيلوا جابوا لي شكل غلط، فدحين راح نرجع ونشتري الشكل الجديد ونركب. مرة يفرق في الشكل. بس تاني دولاب سوينا، المطبخ يبكي. شوفوا كيف الوسخ. هنا فوق الدشواشر كذا كان فاضي، فدائما يتوسخ غبر يا مدري ايش، فقلت لهم يقفلوه ويسيبوا شوية مساحة صغيرة عشان لما اسحب الدشواشر انظف وراها. هذا الدولاب كان ما في، كان بس حاطين كذا قطعة بيضة. لما زوجي فصل الدولاب فصلوا بالموقع، يعني دخل على الموقع حقهم وفصلوا بنفسه، ومقاس الفلل هنا يختلف، مو كل الفلل نفس المقاس، فهو اخذ خريطة واحدة موحدة وسوى المقاس وطلع غلط. تخيلوا، طلع انه بعض الفلل يكون فيها سنتي زيادة، كم سنتي زيادة كم زي كذا، يعني مو مرة بالضبط دقيق كان القياس. فلا تغلطوا غلطتنا، لما تبي تفصل المطبخ جيبوهم هم يقيسوا لكم احسن، او انتوا قيسوا المسافة بنفسكم لا تعتمدوا على الخرائط. فهذا الدولاب كان فاضي فدحين سويناه كده. حبيت الدولاب صغير كده، صار حابدل هخليه للتباسي ان شاء الله، يعني هذه التباسي كلها راح انقلها هنا. هنا المفروض ان اشترينا زي الدرج ينسحب، بس طلع انه شايفين الدولاب ما يفتح كويس، فالدرج ما حيتسحب. المهم يبغى لنا مرة تنظيف دحين. المشكلة يا ريتهم جو امس، اليوم سفرها فانا مرة شايلة هم. شوفوا العاملة تعشق شيء اسمه بسبوسة، فأمس سويت لها بسبوسة عشان أودعها بيها. مرة تحبها. هذه طريقة ماما، مرة أحبها، تكون كده مغرقة حليب جاموس، مرة طعمه. صحيت عمال وزي كده، فبس قهوة سودة وبسبوسة، هو ده اللي قاعدة أكله. مرة أعشق القهوة السودة، تخلي طعم الحلا طعم بزيادة ما أعرف ليش. مرة شايلة هم التنظيف دحين. طبعا الدايسون حقتي ما كنت اخلي العاملة تستعملها، اشتريت لها مكنسة تانية، اشتريت لها مكنسة كده عادية يعني زي البرميل صغيرة كده، وخلاص يصير تاخدها تنظف بيها كل حاجة. بصراحة هي غالية فخايفة انها تنخرب، فخلاص قفلتها من يوم ما جاتني العاملة قفلتها، فدحين بشحنها عشان اكنس بيها. من الأشياء حتى اللي أنا عندي عاملة ما استغنيت عنها، لأنه بالذات للكاسات والصحون أحبها تكون مرة معقمة وما فيها ريحة. عادة لما تنظف بصراحة النحاس وزي كده، بعض الأحيان يكون في ريحة زفرة، ريحة كده، ريحة فم يعني. فخلاص الكاسات دايما على غسالة الصحون، ما استغنيت عن غسالة. اليوم ان شاء الله راح ارتب دولاب الصوصات، احطها هنا في ذا الثاني. هنا دولاب الصوصات جنب الفرن بالضبط، في تباسي هنا وفي هنا الصوصات والاملاح وهذه الاشياء. مره شايفين كيف منظر الدولاب، مره مو مرتب ومره مو عاجبني، وصعب كمان اوصل للاشياء اللي ورا. فمن اول ابى حاجه دواره، بس انه كانت كل الدوائر اللي الاقيها كانت مره كبيره، حقت ايكيا كبيره ما تدخل في الدولاب، هنا عرضه ونحيف. فالتباسي راح اغير محلها، راح اخليها هنا ان شاء الله.
تتخيلوا الصدمة يا بنات، كل دي الأشياء منتهية الصلاحية، بعضها من سنتين، بعضها من سنة، بعضها من كم شهر، بس طبعا لازم نتخلص منها خلاص. ف أوكي، بس هي دي كل الأشياء اللي بقيت. مرة أرتب، مرة عجبني ما شاء الله. آخر حاجة ما أنا قلت التباسي، لأنه نفس الخشب اللي تحت ما بتدخل في الدولاب ده لأنه مرة ضيق. فخلص هنا خليته للتباسي الكبيرة الطويلة الخشبية اللي أخاف عليها إنها تتكسر وكده، والكبار زي ده بس.